بهالفيديو راح اعطيكم خمس نصائح جدا مهمه متعلقه بالجيمينج بشكل عام، ومتاكد راح تفيدكم بشكل جدا كبير. فيلا خلينا نبدا. قبل ان نبدا بالفيديو بس حاب اذكر انه في جيف اواي شهري على القناه على سماعه وايرلس جيمنج من هايبر اكس وماوس جيمنج من هايبر اكس. اذا حاب تشارك بالجيف اواي كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناه واترك اي تعليق في حسابك انستغرام تويتر او حتى ايميلك عشان لو فزت اقدر اتواصل فيه معك. واذا كنت من الناس اللي تحب بلاك اوب زومبي واجواءها وقصتها بالحرب العالميه وهتلر وشي من هالكلام، فنزلت اليوم لعبه راح تناسبك بشكل جدا كبير اللي هي زومبي ارمي 4 ديد وور. هاللعبه عباره عن زومبي بالحرب العالميه الثانيه وفيها هتلر على شكل زومبي، شكلها جدا خرافي. اللعبة اليوم نزلت على البلاي ستيشن، على الاكس بوكس، على البي سي، والجيم بلاي اللي راح تشوفوه حاليا بالتوب 10 هو جيم بلاي من اللعبة لتاخذوا فكرة عنها، وان شاء الله راح احمل فيديو تاني اجرب فيه اللعبة وتاخذوا فكرة كاملة عنها. وحاب انوه انه هالفيديو برعايتهم، ويلا خلينا نبدا. بالمرتبة الخامسة لازم تحمي عيونك. لو حد منكم سأل ليش سحبت على القناة صار لي تقريبا اسبوعين ما حملت ولا فيديو، السبب هو عيوني. وشفتوني بداية الفيديو لابس نظارة الصفرة اللي تحمي من اشاعات الشاشات وشي من هالكلام. طبعا مشكله عيني ما لها علاقه بالشاشات، للاسف عندي مشكله ثانيه جدا خطيره وقاعده اتعالج حاليا، فاتمنى لا تنسونا من الدعاء. المهم هم قاعدين يشيكوا على عيني واكتشفوا هالمشكله اللي ما لها علاقه بالشاشات، اكتشفوا شيء ثاني انه عيوني جدا ناشفه. حكوا لي عيونك الاثنين جدا فيهم نشفان. واحد اهم الاسباب اللي بتؤدي الى النشفان هي الشاشات او الاشعه الزرقاء او يسموها البلو لايت اللي بتجي من ورا الشاشات. فالنشفان مو شيء خطير بس يعني لو كثر راح يؤدي الى مشكله بالمستقبل. فكيف تحمي عيونك؟ اول شيء اذا كنت تلعب على البي سي او تستعمل بي سي او اللابتوب ففي برنامج اسمه فلكس. هالبرنامج لما تحمله راح يحجب لك الاشعه الزرقاء من البي سي بشكل كامل، فخلاص راح تحمي عيونك من هالاشعه الضاره. وبرنامج مجاني، رابط تحميله موجود بالوصف. طيب ممكن حد يقول انا العب على الموبايل. على الموبايل اي موبايل سواء ايفون او الاندرويد فينك تفعل شيء وضع اسمه النايت مود، يخلي الشاشه كلها باللون الاصفر وبالتالي يحجب عن عيونك الأشعة الزرقاء. إذا ما تعرف كيف كمان راح أحط لكم لينك يشرح للآيفون والأندرويد موجود بالوصف، جدا سهل. وإذا كنت تلعب على الكونسول بلاي ستيشن أو إكس بوكس فللأسف ما في وضع حماية العيون، فلازم تشتري نظارة وهذا اللي أنصح فيه. هالفيديو مو برعاية شركة نظارة ولا أي شيء، اشتروا أي نظارة يكون عدستها صفراء أو اللي تحمي الأشعة الزرقاء، ما في داعي تشتروا الماركات الغالية، ترى هي كلها نفس الشيء. دور على موقع أمازون، على السوق، على أي محل ألعاب على نظارة جيمنج بسعر جدا معقول، والبسها بس تلعب على الكونسول، واستعمل النظارة بكل شيء، يعني ريح حالك، ما في داعي تحمل فلكس على البي سي ولا تضبط موبايلك، خلص اشتري النظارة والبسها لما تستعمل أي شيء له علاقة بالشاشات، سواء البي سي أو الكمبيوتر، الكونسول، بلاي ستيشن أو غيرها أو حتى الموبايل. بالمرتبة الرابعة شيء موجه للاعبين الكونسول فقط، سواء البلاي ستيشن أو الإكس بوكس، شيء جدا بسيط بس ما ننتبه له وحاليا بس تعرفوه راح يسهل عليكم حياتكم نوعا ما. أظن معظم الناس يلعبوا على البلاي ستيشن أو الإكس بوكس، معظم الوقت موصل إيد البلاي ستيشن أو الإكس بوكس بالشحن، دائما موصلها بالشحن ولما تسكر الجهاز الايد ما تنشحن. فنصيحه منكم لما تخلص لعب طفي الجهاز، طفي البلاي ستيشن واشحن ايد البلاي ستيشن او الاكس بوكس باستعمال شاحن الجوال. اذا عندك شاحن سامسونج مو الجديد، الشاحن سامسونج القديم اشحن فيه ايد البلاي ستيشن او الاكس بوكس بالليل ينشحن بشكل طبيعي، تقوم ثاني يوم والايد عندك مشحونه. بينما بعض الناس بيخلي البلاي ستيشن كله شغال عشان يشحن الايد، لا هذا شيء غلط، راح تستهلك البلاي ستيشن او الاكس بوكس وراح تصرف كهرباء. لا اشحنها باي شاحن جوال، دائما قبل لا تنام خذ الايد حطها بشاحن جوال بسيط، قوم الصبح وراح تلعب بالايد مشحونه، ما في داعي تضل تلعب والايد موصله بكيبلات. بالمرتبه الثالثه معلومه اظن معظم الجيمرز حاليا بيعرفوها بس يعني راح اقولها عشان بعض الناس اللي ما عندهم فكره على الموضوع. لو ناوي تشتري تلفزيون عشان تلعب فلا، لا تشتري تلفزيون، لا تشتري تي في، اشتري مونيتور، اشتري شاشه مخصصه بالالعاب، لانه التلفزيون اول شيء اغلى وثاني شيء غير موجه للالعاب. المونيتور عاده يكون ما فيه خصائص التلفزيون يلي هو انه يطلع لك قنوات عن طريق الدش او شيء من الكلام وما نحتاج هالشيء، ما يكون فيه سماعات، تكون شاشه صغيره بس هي الافضل للجيمنج. عاده المونيتور ما بيكون فيها تاخير، بيكون فيها الهرتز عاليين عشان يعطوك صفاوه وارخص من التلفزيون. حاليا التلفزيون لما تشتري في كتير اشياء تجي مع التلفزيون انت ما تحتاجها، سمارت تي في افتح عليه اليوتيوب ومدري ايش، او فيه 3 دي، اشياء انت ما تحتاجها وراح تدفع سعرها. بينما المونيتور تشتري شاشه ما فيها انترنت، ما فيها 3 دي، ما فيها اي شيء، بس مصممه للجيمنج ويكون
يكون سعرها أرخص من التلفزيون. بس لو عندك تلفزيون وما تبي تغيره فتأكد إنك تحط التلفزيون على وضع الجيمينج. طبعا ممكن رح تلاحظ إنه الصورة أو الألوان صارت أسوأ شوي لو عندك تلفزيون وفعلت وضع الجيمينج فيه، بس عادي حط وضع الجيمينج حتى لو تأثرت الألوان، لأنه بهالشكل التلفزيون رح يعطيك أسرع استجابة لأنه يعرف إنه أنت قاعد تلعب، فبالتالي رح يأثر شوي على الألوان بشكل جدا بسيط، بس بالتالي ما رح يكون عندك تأخير أو لاك في الألعاب. بالمرتبة الثانية معلومة جدا مهمة للناس اللي يلعبوا على الكونسول أو البي سي، إذا كنت لاعب موبايل ما رح تهمك، بس إذا تلعب على البي سي أو الكونسول فالمعلومة جدا مهمة، واللي هي إنك تضبط إعدادات الراوتر الإنترنت عندك لتخلي النات تايب عندك أوبن، سواء إذا تلعب على بلاي ستيشن، إكس بوكس أو حتى البي سي. شيء جدا سهل ورح يسهل عليك الألعاب بشكل جدا كبير، ألعاب نفس كول أوف ديوتي، باتل فيلد وغيرها، لما تبي تجون على صاحبك ويطلع لك إيرور نات تايب إيرور، لما تسوي هالحركة خلاص الكل فينه يدخل عندك وفينك تدخل على الكل. الحركة بكل بساطة إنك تفوت على الراوتر عندك، تفوت تصل مع شركة الاتصالات، أعرف كيف تدخل على الراوتر عندك. جوا الراوتر راح تلاقي شيء اسمه DMZ، تفوت جوا DMZ يكتبوا لك اكتب IP address، اكتب أي IP address بدك إياه أنت على كيفك وبعدين حط أوكي. بعدين فوت على البلاي ستيشن أو الإكس بوكس أو حتى شيء بالبي سي وحط نفس DMZ هاد بالضبط، وخلاص راح يصير عندك النات تايب أوبن وما راح تواجه أي مشكلة بإنه ما فينك تجون على صاحبك أو صاحبك ما فينه يجون عليك، أو ببارتي البلاي ستيشن يطلع لك نات تايب ما تقدر تسمع صوته. لما تسوي هالحركة المشاكل هي كلها راح تنحل. ما راح اشرح بهالفيديو، بس راح احط لكم روابط تحت الفيديو بالوصف شروحات لكل شيء للبلاي ستيشن، اكس بوكس والبي سي كيف تسوي حركه الدي ام زي، وصدقوني لما تشوفوها راح تفكروها معقده، بس هي جدا بسيطه وجدا سهله وراح تسهل عليك حياتك بشكل جدا كبير. بالمرتبه الاولى معلومه جدا مهمه ولازم كلنا نسوي هالشيء، اللي هو ان اياك ثم اياك انك تشتري لعبه وقت نزولها، الا اذا كنت لعبه متحمس عليها مره، لانه حاليا شوفوا اي لعبه قاعده تنزل، اي لعبة مهما كانت اللعبة قوية بعد شهر بالضبط من نزول اللعبة او شهر ونص بالكثير راح تلاقي سعر اللعبة صار النص او على الاقل نزل 20 او 30 دولار. فعليا كل العاب Call of Duty Modern Warfare نزلت بعد بشهر صار سعرها تقريبا 35-40 دولار. بتذكر انا وقتها في لعبة Battlefield 1 نزلت وكنت بتحمس لها، استنيت 3 اسابيع تقريبا واشتريتها ب 39 دولار، كان سعرها 60 دولار. فاذا لعبة ودك تشتريها استنى عليها شهر شهر ونص بالكثير وراح تدفع نص سعرها. وغير هيك معظم الألعاب حاليا 90% من الألعاب اللي قاعدة تنزل أول ما تنزل تكون مليانة مشاكل وجلتشات لبعد شهر للشركة تسوي تحديث يضبط كل شيء، فراح تشتري اللعبة بنص السعر وراح تشتري لعبة ضابطة ما فيها جلتشات تعاني منها أو تخرب عليك اللعب. في شباب هذا اليوم أتمنى يكون عجبكم، أتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، وشاركونا بالتعليقات إذا عندكم أي نصيحة تانية ما ذكرتها بالفيديو أتمنى تكتبوها بالتعليقات. وبس كان معكم شركيات شركة كيشكم، دي هاد تاني إن شاء الله. مع السلامة.